السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة في الفيديو هعمل بسلة مطبوخة ني في ني كده بطريقة صحية، وهعمل جنبيها شوية رز ابيض مفلفل. الحل على النار، حطيت فيها شوية زيت، سيبتهم يسخنوا شوية، وبعد كده هجيب الرز. بتحطي الكمية طبعا اللي يعجبك، الرز اللي انتي عايزاه، نص كيس، ربع كيس، كوباية، كوبايتين، اللي يريحك يعني. انا حطيت، انا عندي نص كيس، وهحط شوية ملح. مع التقليب بقى المستمر واكون محضره بقى جنبي الميه، بس انا بقلبه ازاي. بيسخن بقى ويشوح تشويحه حلوه كده. وبعد كده ايه، هصب الميه يا دوب مغطيها بسنتي. وسايباها طبعا على نار عاليه. الميه ابتدت تغلي، بقلي اقلبها علشان القعر بس ما يلزقش. هي غليت اهي، فبحس ان ايه وهي بتغلي ان الميه ايه قلت، فهوطي عليها خالص واقفلها واغطيها وهسيبها 10 دقايق. فات ال10 دقايق، بقلي بقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق. لو الحلة جرانيت زي بتاعتي كده ما تحطيش شياطة، لكن لو هي استانلس او الومنيوم لازم تحطي الشياطة. هسيبها بقى، هغطيها تاني واسيبها 10 دقايق، وبعد كده هطفي عليها واجي اعمل بسلة. دي كان كيس بسلة مجمدة وقطعت عليها كام جزراية يعني. واحضر بقى الصلصة اللي انا هعملها، ادي طماطم والبصل، واحط معاهم مكعبين مرقة او مكعبين لحمة، مكعبين خضار، اللي يريحك. فانا هضربهم مع بعض في الكبة او في الخلاط مع شوية مية، او لو عندك مرقة ممكن، وساعتها ممكن تستغني عن المرقة اللي هي المكعبات المرقة يعني، ممكن تستغني عنها لو عندك مرقة. بس هضربهم في الخلاط وكده، وبعد كده احط حل على النار واحط الصلصة. طبعا عشان لقيتها تقيلة شوية، فانا هحط شوية مية صغيرة. هحط المكعب بقى الزبدة، انا محطيتش ملح لاني حاطه مكعبين مرقه، فالمكعبين المرقه فيها اساس الملح، ولو حطيت ملح هتبقى حادقه قوي. وهسيبها بقى ايه تغلي. طبعا قبل ما تغلي انا نسيت اقول لكم، انا بحطيت صلصه، يجي معلقتين صلصه حلوين عشان تبقى لونها احمر اكتر، ورشه سكر لو انت حابه. انا بحطش سكر، انا بحط تبس رمان، دي حاجه بسيطه عشان الحموضه بتاع الطماطم.
هسيبها بقى تغلي الصلصة، وبعد كده مع التقليب انا مستنيه لما تغلي عشان احط البسله مع الصلصه كده. اهي، وهسيبها لحد ايه ما تستوي. بصي بقى علشان تعرفي ان هي استوت ولا لا، انا ببقى عارفه بشكلها، بس انت عشان تعملي تيست وتعرفي ان هي استوت بتاخدي واحده كده على الغطا وبتجسيها كده بمعلقه بقعر الكبشه. اي بصي كده، اي استوت، هطفي عليها واغرف وبالف هنا وشفا. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.